النهاردة هنحارب 3 شخصيات في نفس الوقت. هقولك ازاي مش هقولك. ويلا بص، 3 شخصيات هنحطهم صفوف زي انتوا عارفين. اول حاجة هننزل الراجل ده، انه 3 3. كده حلو اوي يا عم النمس، يا عم النمس. هنجيب مثلا، بلاش نجيب صور غنية كده، اقول لكم نجيبه احنا عايز نتحكم فيه. عشان اجيب لنا على النمس ده، انا عايز اتحكم فيه، انا اللي هتحكم فيه. عشان اكبره كده اكبر. اوه ماي جاد يا شباب، انا عملاق السماع، بس راس السماع تنقى. انا اكتر اشتري ضب ضب ضب. يس يس، بس اركن عشان هبقى انا الاول، عشان عملاق. طبعا هنحط من راس التفاد ديت. قول مثلا حط ادي اول كاميرا، هنكبره. اكبر، ايوه كده، ده اخر. انا بقى ده ازاي الزعماء قدام. اول تعال بس كبير شويه. تلاقيه متشفط جوه ليه يا عم؟ اقف كويس كده كده، مش مشكلة، مش معنى ده رجلين محطوطة يعني. من الزعماء اخره، وزعيم تاني هيكون اكبر من يوم تقريبا، حاجة زي كده. تي بي مان، سلندر مان. طبعا هنجيب السلندر مان ده الحلقة اللي جاية ان شاء الله. اول زعيم في العالم يا شباب، اول زعيم يعني يامس. 3 زعيمق ما بين الزعيمق وبين الناس. تعال شاهين الزعيم قدامهم قوي. هو دوت دوت ايه في الكلام؟ لا دوت هو. احنا نحط ايش؟ نحط مين تاني زعيم دوت يعني؟ هجيب زعيمك زعيمة. يا راس التلفزيون يا شباب، ازيك؟ بعد ما حطينا الزعماء طبعا، حط قدام فيش سكيلت هير. سكلتر محتل العالم واحصرهم. خبر شباب ان هو سكلتر مش يجيب معانا. 3 2 1. ايه ده يا شباب؟ شيكا بوم 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 بوم. اح اح، اصلا حد يرغب تتقدم في السكيلتون.
اجيش الاسكالاتر خسر. انت كسبت هتكسب الجائزة معانا. هي ده كسبت معي الجائزة الكبرى. طبعا هتكسبوا الجايزة الثانية. هي جايزة ثانية مش هقول لكم. تبريد دو 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 يس 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 ديش تبري ديش تبري دو دو دو. طبعا يا شباب احنا هنعمل حاجة دلوقتي، هنجيب هذا الفيضان، الفيضان ده تشوف عارفين هنعمل ايه، ومضيفين عليه كده، هنجيب الجي بتاع دوت وهنروح نحط مثلا، هنحط هنا عشان اي حد يموتنا نحطه. يا له كل ده يوصل نحطه هنا مثلا عشان لما ادخل بص بس دي بس عاملها مخصوص ليا. انا بص اجرب فكرة كده عشان كنت اعملها، كنت اجرب فكرة بسم الله. يلا هنبدأ دلوقتي بأول حاجة. كان في حاجة هنا يا شباب، اخلي رأس التلهاز يهاجمني. كل ايه يلحقني عشان اخلي هذا الشبر يضوضم. طب اخلي الشبر يضوضم بس هنخلي يشتري نظام. يس يس هنختبره في اختبار جنون جدا. دول عايزين يخطفوني بس انا عرفت انا خطفتهم، وعارفين انا هوديهم في الكهف السري. هكلم صحابهم دلوقتي، صحاب الحبل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عايز 2,000,000 جنيه وترجعولي الاسرة بتوعي، ترجعولي الناس بتوعي بعد اذنكم. يلا الله يشتري دمات اللي عندي اللي هناك دول، هعمل منهم كفتة محمرة. والله العظيم هنجيب جيش وهفجرك انت وجيش وجيش اشتري هاجي ولا هنجح. ولك حاجة كمان، خطفت حاجة 2 أو 3، خطفت الناس دي حبينا اموتهم ولا مش هموتهم. خلاص خلاص احنا هنستسلم بس نديلك صحابك امان وسلام. واحدة واحدة اتنين يلا واحدة اتنين. انا هعمل انك بقولك ايه، انت متعلمش عليا دول غفير. انا
يعني ممكن اتحول لك اقوم ضربك، فاهم؟ بقول لك على فكرة انا خلاص. بصوا قدامك هتلاقي جيشنا ظاهر. درش تمري دب 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 يا شيش تمري دب دب دب. قطعوا في بعض، بس انا عندي جيش، جيشين عندي شوية صغيرين كان قطعوا في بعض. دلوقتي هيخلص الكلام. انا مليش دعوة، انا الدرون كالصاروخ تخن اللي تطير. انا هعمل بوابة كده عشان هعمل بوابة عارفين ايه بقى. خلاص البوابة هتكون مثلا من هنا، عشان هدخل فين. بس هروح اطير لل هناك، رجعني عاد اذنك. بص يا شباب، دلوقتي انا الفجر يعني. لا احنا اوكي يا شباب، ممكن تقف لي هنا. طب استنى اجيب اشتري اشتري دب 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 يس يس اشتري دب دب دي دي منين فين وفران. ثانية هشيم، سريع سريع، لحقتش. ثانية هجيلك. انا حطيت ايه ده، انا ممكن بس ايه، وديني تاني الاستباني. يا نهار ابيض، ايه ودي بتودي فين؟ يا نهار انا اتلعب بيا، انا اتلعب بيا الكورة. استنى استنى واحدة. كده يا شباب خلصت حلقة النهاردة، وانا ما ترميت في هذا البير. واشوفكم الفيديو الجاي، وسلام.